انتهت منذ قليل مباراة الاتحاد والنصر او النصر والاتحاد، وانتهى دوري روشن وحضرنا ماتشات مباريات حلوة فيه. بس خلينا نتكلم عن مباراة النهاردة او المباراة دي. هو الاتحاد عايز ايه؟ طيب الاتحاد ده انا بشبهه بمانشستر يونايتد. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بكام حاجة كده. نحس ما تعرفوش هو فريق حلو ولا لا. في اوقات كده معينة تحس ان الفريق فعلا متكامل متظبط، الدنيا زي الفل، وبيعمل لك ماتشات تحفه، وبيعمل لك رومنتادات حلوه، وبيعمل لك ماتشات فعلا في الماتش تحس ان الاداء بتاعه حلو، بس في الاخر بيطلع مهزوم، في الاخر بيطلع متنيل ب 60 ميله لدرجه ان هو تقريبا المركز السادس دلوقتي في الدوري لو ما حصلش حاجه. فهو مش فاهم نفسه، انا ما اعرفش، هو الاتحاد بالاداره بتاعته مش فاهمه نفسه. وموضوع الهزيمه ان هي 4-2 هو اتعود بقى، هو اتعود الموسم ده، هو اتعود ان هو يتهزم الهزايم دي كلها، لان تقريبا هو على كلام اتحاديين صحابي ان هو الفكره كلها ان الاتحاد ما تدعمش زي الباقي الفرق، تمام؟ فالمفروض ان هو هيجي الفتره اللي جايه في تدعيمات معينه. نادي النصر متزن، انا كنت هتكلم في الجزء الاول اللي هو بتاع الاتحاد، والجزء الثاني هتكلم عن كريستيانو رونالدو. نادي النصر متزن الى حد ما، الدنيا تمام زي الفل، ممكن صفقتين او ثلاثه الموسم اللي جاي عشان يريحوا اللعيبه ويعملوا عناصر قوه او فارق في المباريات. فاتمنى ان يعني نشوف نادي النصر افضل الموسم الجاي علشان يقدر ينافس الهلال، عشان يبقى في فريقين فعلا تقال قوي في الدوري. طبعا مبروك للهلال لقب الدوري، الموضوع اتحسن اصلا من زمان قوي، تمام. الجزء الاخير بقى كريستيانو رونالدو. يا عم اللي اصغر منك بسنين بطل كوره، انت هتروح فين؟ انت ناوي تروح فين؟ طب ناوي تسحب سقف توقعاتنا لحد فين؟ انا من محبين كريستيانو رونالدو، مش بشجعه لما بيروح كل نادي، بس بحب اتفرج عليه. يعني هو مش بشجع النادي نفسه لما، لا انا بحب اتفرج على كريستيانو، بحب اتفرج على الاداب بتاعه، العزيمه والاصرار بتاعه اللي بيوصلك لمرحله ان انت حرفيا انت مش عارف الراجل ده هيروح فين بكره. احنا 37 سنه وداخل في 38 سنه تقريبا، هو هداف الدوري السعودي، هداف دوري روشن حاليا بحاجه و30 هدف، 35 هدف تقريبا، يعني ده حاجه من ضرب الجنون. هتقول لي يا سيدي ما تأفور، لا أفور والله، أفور بجد، أفور قوي، لأن ده كريستيانو رونالدو. كون إن هو يفضل في كل دوري يروح ويبقى هو الهداف وياخد الأضواء ويسرق الأضواء بالشكل ده، شابوه بجد على العزيمة والإصرار. هو فعلا نجم يستاهل إن هو يتحب، يستاهل إن الناس فعلا تشجعه، يستاهل إن هو فعلا يبقى قدوة لكل حد في موضوع العزيمة والإصرار، لأنه حرفيا أثبت للعالم كله إنه ما فيش حاجة اسمها فرق سن، مفيش حاجة اسمها سن، لا أنت عايز تأدي، عايز تعمل هتعمل ايا كان بقى اللي قدامك، ايا كان المكان اللي انت بتبقى موجود فيه، ايا كان حجم المجازفات او حجم الضغوطات اللي بتبقى حواليك. مبروك للنصر فوز المباراه، ومبروك للهلال بشكل عام كده الدوري او دوري روشن، تمام. وان شاء الله باذن الله في فيديو قريب ان شاء الله باذن الله، بس نروق كده ونفضى ونعمل فيديو تقييم الموسم بتاع الدوري السعودي او دوري روشن في الموسم الاول ليه من الانطلاقه من الدوري العادي للعالميه. فان شاء الله باذن الله استنونا قريب هننزل الفيديو ده، واتمنى من الناس ان هي تعمل لايك ومتابعه والحاجات اللي هي زي دي. يلا سلام عليكم.